اكبر شركه موبايلات في العالم مش بتصنع الموبايلات بتاعتها ابل. في الايفون الكاميرا والعدسه والسكانر من شركه سوني اليابانيه، الشاشه والباغه من شركه سامسونج الكوريه، البطاريه بقى من شركه سان وودا الصينيه، وباقي المكونات من سويسرا وهولندا وامريكا، والتصنيع كله اصلا بيتم في الصين وقريب هيروح الهند. فوانت بتعمل منتج او خدمه جديده اوعى تخترع العجله من الاول، استفيد بكل الخبرات اللي موجوده في السوق وابني عليها، لان اهم حاجه في البيزنس في الاخر القيمه المضافه بتاعتك والبراند بتاعك.